البدايه برضو انت عارف بتبقى شويه لسه واحده واحده، بس الحمد لله يعني البنات النهارده يعني ادوا اداء كويس الحمد لله. الشوط الاول كان فرق كبير، الشوط الثاني الفرق قرب شويه، اللعيبه اطمنت للمباراه؟ لا هو احنا بس برضو احنا اصل احنا ما عندناش لغايه دلوقتي يعني فريق اساسي وفريق احتياطي، فاحنا بنحاول ندخل الناس كلها في المباراه على اساس ان المباراه مع الثانيه نسبه يعني يبقى نقدر يبقى اي حد يشارك في اي وقت ان شاء الله يعني يادي اللي عليه ان شاء الله. شايف المنافسه على بطوله الدوري ازاي يعني خاصه احنا معانا سكواد قوي يعني؟ والله طبعا يعني بشكر مجلس الاداره طبعا استاذ احمد في ظهرنا على طول، وانتوا الجماهير كلها بصراحه حضر اللقاء احمد مرتضى من الاول ومتحمس جدا. والله يعني في ظهرنا دايما وبشكره، وسياده المستشار طبعا بيتابعنا على طول. بتمنى يا رب ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا نكسب الصال ان شاء الله البطولات السنه دي باذن الله، ان شاء الله احنا كلنا ثقه فيهم يعني لو ادوا اللي عليهم ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. اكيد الماتش كان ليه مهمه يعني، وادي دجله فرقه كبيره واحنا الحمد لله عاملين استعداد كويس ومعانا نجوم يعني كبار الحمد لله، فرقه بقت متكامله. والله احنا مستعدين بقالنا دلوقتي اكتر من 4 شهور، وكنا لسه خارجين من معسكرين اسكندريه بنستعد للماتشات من الاول خالص. كان هدف كابتن احمد المدير الفني ان هو ما يبقاش فيه اساسي واحتياطي، كلنا بنلعب وكل فرقه بتلعب في كل المراكز عشان كده ما تلاقيش حد في مكان واحد بس. ناخد كلمه بقى مع ليلي. قولي لي بقى اتفرجتي على الماتش ومامي لعبت حلو ولا لا؟ جدا. بتحبي تتفرجي عليها؟ ايوه. احنا الماتش ده استعدنا له كتير، كان ماتش صعب هيأهلنا للي جاي، يعني احنا هناخد الدوري تدريجي، عندنا الماتش اللي جاي صعب قوي، فده بالنسبه لنا كان تراي ماتش للماتش اللي جاي يعني ان شاء الله. كلميني عن الروح بقى داخل الفريق، يعني شايفين اداء وروح كده جديده؟ دي حقيقه، احنا اشتغلنا على ده كتير قوي في التمرين، وكان الفتره اللي فاتت كلها كان انسجام مع الفرقه بتاخد على بعض بتلعب مع بعض، والحمد لله الشكل طلع كويس قوي. هو طبعا فرقه وادي دجله فرقه كويسه قوي، بس احنا الحمد لله كنا جاهزين قوي للماتش، احنا جاهزين ان شاء الله للبطوله كلها، مرن كويس قوي وكده، وكابتن احمد طبعا يعني وتوجيهاته وكده قدرنا ان احنا نكسب الماتش على طول الحمد لله. شايفه في انسجام بين اللعيبه؟ يعني انا شايفه ان دي اكتر سنه احنا بجد قلبنا كلنا على بعض وكلنا بنحب بعض قوي. وجود طبعا محترفتين في الفريق ده مدي تقل للفريق، كلميني اكتر عن وجود المحترفين معاك. هم بصراحه عاملين معانا فارق جامد قوي، واحنا يعني بنحاول كمان ناخد عليهم اكتر ونخليهم ياخدوا علينا اكتر علشان يقدروا يدوا كل اللي عندهم يعني.